الطلاق الصامت أو النفسي أو العاطفي حالة نشأت بالمجتمع مؤخراً، وهي أخطر وأشد فتكاً على الأسرة من الطلاق العادي بمعنى الانفصال. هون ما بيكون عنا طلاق فعلي، بيضل عقد الزواج ساري بين الزوجين، ولكن كل حدا منهم بيعيش بعزلة تامة عن الآخر بكل مناحي حياته. بيلجأ الزوجين لهذا النوع من أنواع الطلاق حتى ما يطلق عليهم مسمى مطلق أو مطلقة، والخبراء بيشيروا أنه هذا النوع من الطلاق بيؤدي لسلوكيات وبينعكس لسلوكيات على حياة الأبناء أو حتى على حياة الزوجين. لا يخلونا نحن وياكم نفهم أكثر شو سبب نشوء هذا الطلاق وكيفية التعامل معه، كيفية صد السلوكيات السلبية الناتجة عنه. أكثر رح نحكي بهذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم فاطمة الحوق، اختصاصية اجتماعية، صارت معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك فاطمة الحوق. بالبداية بدنا نحكي عن موضوع كثير حساس واغلب الزوجين ما بينتبهوا له، بيفكروا هذا الموضوع فتره معينه من الزمن وبيروح، بس نحن هلا بدنا نفصل مفهوم الطلاق الصامت العاطفي والنفسي ايضا. تمام. هلا نحن كلياتنا بنعرف الطلاق بشكل عام هو انفصال زوجين بطريقه شرعيه ورسميه، اما الطلاق الصامت هو بيجي دائما اخطر بكثير من الطلاق الشرعي. نعم. لانه ما له واضح، بيمشي هيك شوي شوي، ما بيحس الواحد عليه كيف بيكون بيتسيطر على حياته، ومو كل الناس بتعترف بوجوده. تقريبا يعني نسبة الإحصاءات، نحن لما بنعمل إحصاءات ودراسات بنروح بنشوف الأعداد أو نسب الطلاق الشرعي، أما صعب إنك تحصي موضوع الطلاق الصامت. نعم. لأنه هو مخفي موجود بقلب البيت. الطلاق الصامت بس هيك تعريف صغير لإله، هو اثنين متزوجين بنفس البيت تحت سقف واحد، الصورة الخارجية هي واحدة، متزوج متزوجة، في عيلة في أسرة، لكن لا يوجد بقلب المنزل أو بقلب البيت أي نوع من مقومات الحياة الزوجية. بشكل عام نحن كيف نعرف أنه نحن عم نعاني أنه من الطلاق الصامت؟ في كتير مؤشرات، أنا حأحكي عن 10 منهم. بتحبوا بنسرد شوي بكل مؤشر؟ أكيد بكون أكيد أحسن نوضح هذا الموضوع لأنه كتير حساس ولازم نعرفه وتعرف كل صبية أو شاب يعني شو المؤشرات اللي ممكن تودي لهذا. تماماً. وبس بداية أنا قبل ما أقول المؤشرات، ياريت أي حدا عم يعاني من هاي المؤشرات يعني يكون الحل جداً بسرعة. نعم. يعني نحن كل ما حلينا الموضوع بطريقة أسرع كل ما نحن قدرنا نعالج الحياة الأسرية. هلأ من مؤشرات الطلاق الصامت، دائما بيكون في عنا هجران. مثلا الزوجين بيكونوا ما في أسباب تانية، نحن ما بنقدر نقعد مع بعض بنفس الغرفة، نحن ما بنقدر ننام بنفس المكان، فبيكون في اتفاق مسبق قبل أنه نحن حننفصل، ما لنا قادرين نستمر بهي العلاقة، فكل واحد حياخد مكان بالمنزل، أو ممكن يكون ما في طلاق بس ممكن يكون كل حدا ببيت تاني. يعني ممكن يكون في اثنين متزوجين شرعيا لكن كل واحد عايش بمنزل. نعم. هون عنا هي النقطة كتير مهمة. النقطة اللي بعدها بتجي ما في تواصل بصري أو تواصل حسي، يعني اللمسات الحانية مثلاً، مثل وقت الرجل بيمزح مع زوجته مثلاً بيطبطب على كتفه، يعني خارج إطار العلاقة الحميمية، اللمسات الحانية مفقودة تقريباً. منها كمان الحوار مقتضب كتير، بيكون عبارة بس عن الأشياء اللي لازم نعملها بالحياة الروتينية، ما في حديث طويل، ما بحكي فيه أنا عن حالي بشكل خاص، أنا بحكي مثلاً صار معي هذا الموقف اليوم، أما هيك شيء خاص، أنا زعلان، أنا مبسوطة، أنا أي شيء خاص عن مشاعر. عن المشاعر، هذا بيكون كتير صعب إنه نحن نوصله للشريك، يعني منحس فيه مثل جدار خلص الطريق مسدود. في عنا كمان شغلة كتير مهمة بالحياة الزوجية بتنبئنا إنه نحن كتير بخطر. دائما الشركاء بصير عندهم نوع من عفواً الاحتقار أو الدونية لبعض. يعني مثلاً أوقات ممكن يكون أنا عم بحكي مع الشريك بطريقة أنا ما تلفظت ألفاظ نابية، بس نظرة وشي وعيني وطريقتي قلة تقدير للذات، تماماً فيها قلة تقدير، فيها دونية، فيها قلة احترام. هذا الشيء ما بخبركم قديش بيأثر على جو أكيد. البيت والأولاد يعني كتير كتير مؤذي وبيأثر على البيئة العامة، فكيف إذا كان ببيت وعائلة وأسرة مشتركة. تماماً طبعاً. تماماً. يعني عم حاول إنه هيك أخذ ملخصات بس إنه عن المؤشرات. تقريباً هذا قلة الوضوح بالتعبير، الإحساس، يعني هاي كلها بتدل انه انا عندي طلاق صامت. فبعدين بنشوف نحن
يا ترى بنقدر نعالج هذا الموضوع؟ هلا بفترة الخطبة في مؤشرات بتقول انه هذا الشخص ممكن انا وصل معه لهي المرحلة، بس نحن يعني قررنا مثل ما بيقولوا نعمي عيوننا عن هذا الموضوع. هلا شوفي عزيزتي فرح، انه نحن بالخطبه ما بنقدر نشوف اذا نحن عن جد لما تزوجنا حيصير معنا طلاق صامت. فينا نحن بالخطبه ناسس لشيء لحتى ما يصير معنا طلاق صامت. شو مثلا؟ نحن كثير مهم بايام الرواء اللي ما بيكون في معنا مشاكل، ما في مشاكل بين الطرفين، انه نحن تعال اقول لك تعال نتفق نحن وقت الواحد فينا بيزعل كيف نصالح بعض. هي النقطه بقدر مو لطيفه بقدر مو مهمه وقاعده اساسيه. انت لما بتقولي للشريك انا بحب بتعاملني بهي الطريقه لما بزعل، وهو نفس الشيء بيقول لك هذا الشيء، بصير عندكم قواعد راسخه واساسيه لوقت يصير الموقف تعرفوا تتعاملوا فيه. يعني بتوقع هون تجنب حاله التراكم قد ما في الواحد انه قدر الامكان يقصر المسافه بينه وبين الشريك لحتى يختصر المسافات. لازم تماما. بدنا نحكي عن الاسباب يلي ممكن تؤدي فينا لطلاق عاطفي او فينا نقول الطلاق الصامت. شو الاشياء اللي نحن بنواجهها ان كان كمواقف او كحالات بنعيشها بتؤدي فينا لطلاق الصامت؟ هلا الاسباب، نحن اثنين متزوجين عايشين بهذا البيت، صار معنا هي المؤشرات. من الاسباب اللي وصلتنا لهي المؤشرات هي الاستسلام. اول شيء لما انا بشوف انه شريكي قرر انه يعاملني بهذا البرود ويكون هو كآلة، بس بمجرد آلة بالبيت، فانا انه اوكي ما حصلح فيه شيء خلص استفل. حتى الرجل نفس الشيء لما يشوف المرأة انه هي بس هدفها الاساسي انه تكون الاشياء الروتينيه بالبيت موجوده وباقي ما تبقى انه خلص. اول شيء باي مشكله نفسيه هي لنعالجها لازم نعترف فيها. نحن عندنا مشكله اسمها الطلاق الصامت. نعم. لازم ما نستسلم لهي المرحله. لازم انه نحن نبادر نعالجها. كيف بنعالجها؟ اول شيء لازم يكون الاثنين عندهم حب انه يغيروا هذا الشيء تماما، يطوروا من حياتهم. كيف؟ لما بيعملوا سيرش عن موضوع العلاقات الزوجية، بيسألوا مستشارين، خبراء، بيقروا كتب. يعني كل ما الواحد تعلم أكثر، كل ما الواحد ثقف أكثر بهذا الموضوع، كل ما بيقدر يعرف وين نقاط الضعف. صحيح تماما. شغلة تانية والأهم، لازم فكرة أنه أنا بدي ضل متزوج وما بدي طلق كرمال أنا خايف على الأولاد، كرمال أنا خايف على الصورة الاجتماعية. تماما. يعني للأسف إذا ما نحل موضوع الطلاق الصامت، ففي كمان شيء هو أبغض الحلال عند الله، الطلاق الإيجابي. ممكن يكون اسمه طلاق إيجابي، اللي هو أنه يقدر يساعد الأطفال يعيشوا ببيئة سليمة أكثر إيجابية، فيها حب، فيها ود، فيها احترام. ممكن نخلق أوقات حلوة مع بعض خارج نطاق الأسرة. يعني نحن مثلا ممكن نطلع أنا والشريك مشوار صغير بدون الأولاد، نقدر نحكي فيه مع بعض عن شغلاتنا المشتركة، نخلق نشاطات مشتركة. هي كلها شغلات بتساعد أنه نحن نعالج موضوع الطلاق الصامت. وكمان بدي احكي عن شغله، انه لازم الواحد كثير يعرف يعبر عن مشاعره. صحيح. انا بحب انك تصالحني بهي الطريقه، انا انزعجت. ما يقول انا زعجتيني، يقول انا انزعجت منك بهذا الموقف، حسيت انه انا متضايق لانه انا هيك عملتي. او بالعكس، عرفتي كيف؟ يعني ما يرمي اللوم والسلبيات والانتقادات، او حتى طريقه بدي اقول طريقه النقد الحاده اللي ممكن تكون بتقلل. يعني النقد كثير كثير، نحن دائما هي خارج نطاق الموضوع اللي عم نحكي فيه، نحن كثير بناخذ قيمتنا من صورتنا وقيمتنا من العالم اللي حوالينا. فانا لما بعيش مع شريك بنفس البيت كل الوقت عم ينقدني، او بالعكس الرجل. انا ما بدي اكون متطرفه يعني مع المراه، لانه كمان رجال كثير عم يعانوا من هالموضوع. انا اذا بدي اعيش مع شخص عم ينتقدني كل الوقت، بالفعل انا صورة ذاتي كثير بتتحطم، يعني وبكون عم بمشي مثل ما عم يقول لي عن جد. عم كون سلبيه يعني، بصير انا المكانه. تمام تمام. مثل ما في اسباب بتلعب دور بوصول الزوجين للطلاق الصامت، في عوامل ايضا ممكن تكبر الفجوه بيناتهم وما تصلح، مثل مواقع التواصل الاجتماعي. قديش لها تاثير سلبي على الزوجين خصوصا بهي الفتره؟ طيب، على التواصل الاجتماعي هو دائما بنقول عنه سلاح ذو حدين. يعني التواصل الاجتماعي المشكله عم يخلي كل حدا فينا يشوف في حياة مثالية ما بتشبهه أبدا، فبضل العقل الباطني عم يخزن هالصور المثالية، عم يخزن هالشريكين اللي كتير مبسوطين وناجحين، ليش نحنا هيك، ليش مو مثلهم. هي الصورة المثالية يا جماعة هي صورة وهمية، يعني يا ما صاير شيء بالبيوت ما حدا بيعرف فيه غير اللي قاعد فيها. يعني فإنه مو معقول الواحد يضل على التواصل الاجتماعي يقارن حياته بحياة الآخرين. فكرة المواقع المحظورة كمان، إذا كمان حدا من الطرفين من الشركاء
الذكاء حاول يتوسع بهالموضوع كثير بتأذي العلاقة، وبتساوي كمان مثل ما قلنا صورة ذهنية مثالية وهمية ما لها علاقة بالوجود يعني. طبعا في كثير لسه أسئلة ممكن تنطرح، بس أنا حابة أختم بحالة ممكن تصيب أي علاقة بالحياة، حالة عدم تقبل التغير. أنا لما بوجه نقد إيجابي لحتى نحاول نوصل لعلاقة أفضل، فبيكون الطرف الآخر غير متقبل التغير أصلا. صحيح. فأنا كيف ممكن أني رغبه بأنه يتغير أو يحب أنه يتغير؟ المشكلة يا عزيزتي أنه هي لما نحن منحس بأهمية الأسرة وقديش صعب ينهدم بيت ويتشردوا أولاد وتصير هذا الشرخ بالعائلة، بصير الاثنين عليهم مسؤولية. ما فيك أنت تقنعي واحد يتغير إذا هو ما بده. ضرورة الثقافة بهذا الموضوع وأهميته، فهمان أهميته وقديش هو كتير مهم للأطفال للأسرة. أنت عم تبني بالنهاية مجتمع، يعني الأسرة هي أول شيء بالمجتمع. صحيح. الاهتمام بهذا الموضوع أكيد رح يخلي الاثنين يعرفوا انه قديش مهم التغيير. يعني ان شاء الله دائما نكون على قدر المسؤوليه بانه نحن نحيي علاقاتنا بطريقه صح، خصوصا العلاقات الاسريه، لانه نحن عم نبني المجتمع من خلالها، هي اول خطوه لبناء المجتمع. كل الشكر لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها، وفعلا حديث شيق معك. شكرا كثير.